قصة تانية من قصص شوارعنا وإزاي تسوق عربيتك في صباح طريق. لو حد قطع عليا الطريق طالع من طريق فرعي، او قطع عليا الطريق، او فجأة عربية اطارها فرقع واتقلبت قدامي، ايه اللي انا ممكن اعمله؟ كتير من قائد المركبات هنا في مصر ما يعرفش ان عنده جهاز ABS. اعرفه ازاي؟ في لندا بتبقى منورة كده برتقاني عليها اختصارة ABS، او بحس بنبضات زي فايبريشن في الفرامل عندي. في ناس بتروح تشيل الفيشه، مع ان العربيه دي هو مشتريها غاليه عشان مزوده باي بي اس. الاي بي اس يعني ايه حضرتك؟ الاي بي اس اختصار لانتي لوك بريك سيستم، مانع انغلاق العجلات. يعني ازاي؟ يعني الاول كنت بركب عربيه ما فيهاش اي بي اس، العجل اول ما اضرب فرامل العجل كله يكلبش ويطلع دخانه. طب سنة 85 شركة بورش عملوا الموضوع ده في ألمانيا، عملوا جهاز الاي بي اس. ايه عمل الجهاز دوت؟ ان انا لو حد طلع لي او قطع علي الطريق، بمجرد ان انا اضرب فرامل، اتنين اوبشن، اضغط فرامل مستمرة مع توجيه شمال او يمين بدون مشير رجلي من على ايه؟ من على الفرامل. يعني النبضات دي اللي بتحصل على الفرامل اول ما بدوس عبارة عن التوجيه اللي هو بيحدث، لان ده كمبيوتر بيوزع على الاربع عجلات، بيتحرى الاربع عجلات كلهم في وقت واحد على حدة، بيشوف اللي في التماسك او اللي مش في التماسك، او في ارض زلقة او العجلتين التانيين في التماسك، بيخليهم زي بعض. بالاضافة ان انا بضغط ضغط مستمر على الفرامل واقدر ايه؟ واقدر اوجه. لو انا ما عنديش اي بي اس بعمل الاي بي اس ده مانوال. ازاي بقى؟ انا بضرب فرامل، خد قاعده لا توجيه مع عجلات مغلقه اللي انا قلت لك عليها الاول اللي مش مزوده باي بي اس. وجهت شمال، العربيه ماشيه في نفس الاتجاه بتسحب. وجهت شمال بتاخدني بجنبها، وجهت يمين برضو هتاخدني ايه؟ شمال بجنبها. طب اعمل ايه؟ ضغط مستمر على الفرامل، والعربية اللي اتقلبت قدامي دي قبلها بمتر، او الولد اللي قدامي اللي خلاص هخبطه قبلها بمتر، بشيل رجلي من على دواسة الفرامل عشان افتح ايه؟ عشان افتح العجل واعمل اللي بيعمله ايه؟ الاي بي اس. لان الاي بي اس بيفتح ويقفل طول ما انا دايس فرامل. ممكن واحد تحت يقول لك انت مش دايس. لا، هو دايس، ضغط مستمر والعجل بيفتح من 70 ل 90 مرة في الثانية الواحدة.